تخافش ما تخافش. والانطلاقة والانطلاقة يا سلام يا سلام على الانطلاقة، كم هائل، إنها بطولة عالم. شوف هذه الانطلاقة، شوف هذه الانطلاقة، ورائعة وجميلة وكبيرة، ما شاء الله. ما هذا، ما هذا، يا سلام يا سلام يا سلام. عندك ولدي، عندك ولدي، خلي يا سلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صوت الحزنينات ردونا الموسيقى الجميلة، ذكرونا بالمسيرة الخضراء. هذه صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، ارجعي يا ارض بلادي، ارضك صبحات حره. كلمات ولا اروع، كلمات جميله ولحن جميل. صراحه هذه موسيقى تاريخيه، هذه موسيقى تاريخيه. بعد النشيد الوطني هناك صوت الحسن، بعد النشيد الوطني فاللي هو الشعار ديالنا. هذه موسيقى ولا اروع. أظن بأن الملحن هو عصامي كاتب الكلمات، فتح الله المغاري. نتابع معكم هذه الصور، لاحظوا ما هذه الصور، لاحظوا هذه اللقطات، لاحظوا ما هذا، ما هذا يا هذا. هذه أشياء جميلة في العدو الريفي المغربي، لاحظوا معي. فبعد الملاحظات هو انه حتى اخر السباقات يدخلوا للناس لو باركور، خص الباركور يبقى فييرج باش نشوفوا الاعدائيين. ما شاء الله. شوف 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 الخوة، ما تعليقك على هذه الانطلاقه وهذا الكم الهائل المشاركين؟ ونعطيك الاعداد، نعطيك الاعداد ديال لي كادي. هبط معايا لي كادي، لي كادي 314 180 277 241 292 237 294 اليوم. رقم قياسي؟ لا لا لا, لا. رقم قياسي 314 في بن حمد. ف 200 يبقى عند بن حمد اليوم 294، فرقم ممتاز، رقم يعني. غندير واحد الحلقه اخواني اخواتي للشفافيه وللوضوح وبدون لغه خشب. السؤال ديالي غيكون في الحلقه اللي غندير يوم الثلاثاء عندي هنا، ما يمكنش نتعداو هنا، خصك تجي عندنا لحدا للشبكه ويمثل شويه واجي. مرحبا بك السي النوري. معكم اخواني اخواتي، بعد ما يساليو مع الاخ شملال غناخذ معاه حوار، حوار مع الاخ شملال. نتابع معكم السباق التي دابا تيكمل، تيكملوا معاه. خذ صوره، خذ صوره اخرى، كاين بوطه.
أي الزمني وبجانب رئيس جمعية الاتحاد الرياضي المراكشي اللي جا خصيصا من بلجيكا باش يأزر النادي ديالو ويحضر البطولة ديالو. هادشي اللي جميل للجميع، فجميع يتابعونا في المغرب والوطن العربي ومغاربة العالم، الكل يتابع هذه الصور الجميلة الرائعة. فكما قلت لكم إلى غنضموا بطولة عالم هناك بعض الأشياء كما تنقولوا دي زاكسوسوار، هناك تنظيم الصحافة في المكان ديالها، الحلبة ما يدخل حتى شي واحد. الآن بدينا نشوفوا أشياء أخرى. إذا تيدخل فارس ويفوز بلال الرقاد، بلال الرقاد مرتبة ثانية. فأنتم تلاحظوا معايا هاد الصور، ما خصوش يكون هاد خي هنا، وهاب كاين ولكن الآخر ما خصوش يكون. ها هو خرج، إذا يدخلوا الوداد ديالنا. فالسر ديما الرؤية للعدائين. وهاب منظم ماشي مشكل، وهاب من المنظمين الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى والمسؤول على لجنة التنظيم، فما كاينش مشكل. ولكن باش يكون مدرب تماك ولا شي حاجة، فسي أمين حتى هو سي أمين تنتمنى يرجع للوراء لأن جا في الصورة وأمام الكاميرا. سير 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 عتق، فهذا هو المشكل. فهناك كاميرا في خط الوصول، سي أمين يتابع الأوائل، سي بكرة في خط الوصول كذلك، سي قابو في خط الوصول. تنتمنى لسي أمين يرجع. يلا يا أمين. إذا نتائج طيبة، إربعة